طيب نروح يعني من الاسباب كمان اللي خلت نيمار يرحل عن صفوف برشلونه ان هو كانت عينه رايحه للكره الذهبيه وعايز ان هو كمان يفوز بيها وافتكر بوجوده في باريس سان جيرمان لما يكون هو النجم الاوحد ممكن يحصل على الكره الذهبيه. منذ قليل انا وكريم في بدايه الحلقه كنا بنتكلم ان بول بوجبا كمان يعني تقارير في صحيفه ذا سان الانجليزيه بتقول ان هو تقريبا خلاص رحيله عن الدوري الانجليزي عن مانشستر يونايتد خلاص اصبح قرار هيحصل كمان ان اللاعب عينه على الكره الذهبيه. فانا وكريم بنقول يعني كان جيرك اشطر كان نيمار اشطر يعني الواضح ان الرؤيه ديت ممكن تبقى محسوبه غلط. توقعاتك انا لفوق. ازيدك من الشعر بيتا ومبابي برضو عايز يمشي عن باريس سان جيرمان بسبب الكره الذهبيه. مبابي عايز يمشي عن باريس سان جيرمان بسبب اربع عوامل. اولا ان هو اللي شايل الفرقه على كتفه والكريدت كله بيروح لنيمار. نيمار هو الوجهة الفريق، نيمار هو المتصدر الاعلانات ومتصدر والناس لما بتقول مين السوبر ستار بتاع باريس سان جيرمان كل الناس بتبص ناحيه نيمار على طول. منافسات الكره الذهبيه مبابي بعيد عنها قوي. الراتب السنوي بتاع مبابي اقل من نيمار بثلاث اضعاف. وده شيء بالنسبه لمبابي ظالم جدا من وجهه نظره انه انا يعني نيمار اتصاب كتير وغاب كتير ومش بيلعب بالشكل المؤثر مع الفريق زي ما مبابي ما بيعمل ومع ذلك كل الحاجات المميزه بيحصل عليها نيمار ومبابي بيظل الشاب الجميل ده صغير في السن والمستقبل ليه الجو ده فهو بدا يفيض به الكيل زي ما بيقولوا وعايز يمشي باي طريقه.